والله وايد. تتوقع نفوز على تايلاند؟ ان شاء الله حسب تصورك. ان شاء الله اتمنى يعني يطلب فرصه عن الاحمد فرخ. والله والله تتمنى تشوفه مع المنتخب؟ اي اكيد، لاعب مميز اليوم، ليش ما تعطيه فرصه يلعب؟ والأمان المستوى اللي قدمه في البطولة العربية يعني التزينة اليوم لاعب برز بطولة معينة. بطولة فنيا قوية، قوية على مستوى حتى أقوى من الهند. ليش أنا اليوم أجيبه ما ألعبه؟ فغير أعطي فرصة حتى أنا مثلا على ضوها اللاعب يفيدني. لا، وأتمنى التوفيق للمنتخب العراقي. حلو. وبالمناسبة هو أحمد فرحان وأحمد يحيى شكلوا ثنائي مميز للأمانة في جهة اليسار بنادي الشرطة، إذا انتبهت بالبطولة العربية. صحيح. يعني لأنهم على مستوى عالي. يجوز مدرب بباله شيء هسه، بلكه المباراة يلعبهم بالبداية وإن شاء الله يظهرون بصورة جيدة. طيب، صورة تعليق الصورة الأولى